في رحاب المولى المقدس الكون عباس عليه السلام نفتتح الجلسة البحثية لمهرجان فتوى التفاعل المقدس الثقافي الثاني المحفوظ تحت شعار الفتوى عتق الانتصار ومسك الشهادة. أدعو الباحثين المشاركين في هذه الجلسة وهم كل من الدكتور محمد جميل المياحي من جامعة بغداد كلية العلوم السياسية والمدرس المساعد خديجة حسن علي القصير والباحث دوي عبد الرزاق فرج الله والسيد يوسف البيومي الرضوي من لبنان فليتفضلوا ليقتحموا من المنصة. السيد الجليل وهو ضيفنا وسيدنا السيد يوسف البيومي الرضوي من لبنان وبحثه العمق التاريخي لفتوى الدفاع المقدسة وأثرها في استنهاض الروح الحسينية وليتفضل بإلقاء ملخص عن بحثه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. البحث الذي أقدمه بين يدي جنابكم الكريم هو عبارة عن عمق التاريخي لهذه الفتوى في الإسلام. فأقرأ لكم تقديم هذا البحث بملخص بسيط. ما أشبه اليوم بالأمس فإن الأحداث تتكرر واختلفت الشخصيات والأزمنة. في كل مرة يستشري الظلم وتختار فئة ظالمة أن تعيث في الأرض فساداً، ظهرت فئة أخرى من أهل الحق وتحت لوائه لمناهضة الظلم وأهله. وإذا أردنا أن نكون أكثر تحديداً ولنقارب الأمور عن كثب وحتى نأخذ نظرة شاملة وموضوعية عن حال أهل الظلم والبغي وحال أهل الحق والدفاع عنه، فإن الحالة العراقية تعتبر من أهم النماذج عن هذين المحورين المتمثلين بهذين الخطين الذين هما على طرفينا. أولاً، أشرح في هذا البحث ما هي حال أهل الشرق. ثانياً، ما هو حال المعتدى عليهم؟ فأقول استبدت روح الشر في أنفسهم وامتلأت قلوبهم حقداً وغيظاً وما لبثوا أن اتخذوا للباطل سبيلاً وأغرقوا البلاد والعباد بدماء الأبرياء وهجروا الآمنين واعتدوا على ربات الحجال وأيتموا العيال وفعلوا ما فعلوا من الفضائع، وكل ذلك تحت راية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلوا ذلك كل الظلم وعاثوا في الأرض فسادا باسم الإسلام، وهذا ليس بعيد عن حال ما حصل مع ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الإمام حسين
الذي جاءوا يقاتلونه وهم يرفعون نفس الراية ويقولون أنه خرج على جنته فقتل بسيفه. هذه الظلامة لأبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. ثم أقول عن حال المعتدى عليهم الذين تجرأت عليهم القوى الظلامية بفتاوى حاقدة لم يكن أولها حين بدأت داعش، بل هذه مسيرة طويلة قد امتدت من أزمن بعيد، من حيث أن الناس يكرهون علي عليه السلام، وهذا حال أيضا ما حصل مع الحسين عليه الصلاة والسلام حين وقف يخطب بين القوم يقول لهم: أليست هذه عمامة رسول الله؟ أليس هذا رداء رسول الله؟ أليس هذا فرس رسول الله؟ ماذا فعلت لكم حتى تقاتلون؟ فقال له وبشكل صريح: إنما نقاتلك بغضا منا لأبيك. إذن محورية هذا الموضوع ليس هو بدأت في هذا الزمان وفي هذا العصر بس، ولكن هي امتداد عبر التاريخ. لذلك بدأت بالتقديم أن العمق التاريخي تلك الفترة يبتدئ من أيام الإمام الحسين حينما خرج للإصلاح، وهذه الفتوى تشابه هذه الحالة أنها للإصلاح. ثم أبرر في هذا البحث المقتضى لماذا قضية الإمام الحسين عليه السلام. أقول قضية الإمام الحسين عليه السلام هي من البداهة والوضوح بحيث لا تخفى على أحد، فكل أحد يستطيع أن يفهم مفهوميته ويدرك أهدافه ويعرف منطلقاته وسياساته وسلوكياته وأخلاقه ويتفاعل مع المثل والقيم التي تحكم حركته وتهيمن على مسيرته وفكره وعقله ووجوده، ويفهم ويدرك صوابيتها وحقانيتها. وليس لأحد أن يقول من كبير وصغير ومسلم وغير مسلم، رجل وامرأة، عربي وغير عربي، غني وفقير، وحاكم ومحكوم، إلا أن يتفاعل مع هذه القضية بفطرته، لأن الحق واضح والباطل واضح. لا يمكن لأحد أن يقول عن الحق باطلا أو عن الباطل حق إلا إذا طمس على قلبه. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولا يحتاج أحد إلى أن يطلب مهلة للتفكير والتأمل والبحث والتدبر، فالأمر أوضح من الشمس وأبين من الأمس، فلا مجال فيه للإنكار ولا شك أو ريب. ولذلك كان عليه السلام حجة الله على الخلق أجمعين، وحجة لأهل الحق على المبطلين والجاحدين، كما هو واضح لا يخفى. ثم أنتقل إلى دور العلماء في مجابهة الباطل. أقول الإسلام هو دين رسالي، والهدف منه هو إعمار الأرض، وذلك لأن الله عز وجل استخلف بني البشر على هذه المعمورة ليقوموا بهذه المهمة. والحبيب بالأمر أن الاستخلاف الإلهي لم يكن دون هدف أو خط عشواء والعياذ بالله، بل هو عمل حكيم صادر عن عالم بكل الأمور والذي لا تخفى عليه خافية، فجعل المقياس لذلك الاستخلاف هم محمد وآل محمد. وهذا الدور الريادي والقيادي المنوط بهم للنهوض بالمعمورة وأهلها لكي يصلوا الناس إلى كمالاتهم والسير نحو خالقهم وبارئهم. فبدأت المسيرة منذ آدم عليه السلام وستظل إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. وإذا دققنا في هذه المسألة بشكل تفصيلي، ألا وهي مسألة الاستخلاف، نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وهو قائد الأمة ورسولها قد أوصى من بعده
لأئمة الاثنى عشر، فقال صلى الله عليه وآله: الأئمة بعدي اثنى عشر كلهم من قريش، أو هم من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام، أو في قوله: لو لم يبقى من الدهر إلا يوم واحد لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا، ولا تقوم الساعة حتى يخرج المهدي من ولده. ولأن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون لهذا الإمام المؤمل غيبة صغرى ومن بعدها أخرى كبرى، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: لم تخلو الأرض منذ خلق الله آدم من حجر لله فيها ضار مشهور أو غائب مستور، لا تخلو ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجر لله فيها، ولولا ذلك لم يعبد الله. فقال أحدهم الصادق عليه السلام: فكيف ينتفع الناس بحجر غائب مستور؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب. وهنا التساؤل محور: هل بغياب المعصوم تضيع الأمة وتتخبط دون من يرشدها، أو أن يقوم على رعايتها ورعاية أمورها حتى ظهوره روحي له الفداء؟ فلذلك وضع الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام قاعدة يعود إليها الناس في غيابه ويسترشدون بهديه. فقال في توقيعه المشهور: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنه الحجة عليكم وأنا حجة الله. ويبدو من حسب الظاهر لهذا النص أن المراد بالحوادث الواقعة بعده عليه السلام هي الأمور التي لم يعهد حدوث نظائرها في زمانهم منذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله وإلى زمن الغيبة، الأمر الذي يحتاج حسم الأمر فيه إلى المجتهد القادر الذي لديه النصوص والروايات، وهذا هو معنى التقرير. فإن الرجوع إلى الرواة في الحوادث الواقع في غيبتهم لا لأخذ الرواية، يعني إحنا ما نروح عند المجتهد لأنه شو الرواية نطبقها، بل لأخذ ما يستنبطونه من الرواية بقرينة قومه: فإنهم حجتي عليكم. إذا الحجة هي من خلال استنباط الحكم من الرواية وليس أخذ الرواية، لأن يعني البعض يقول إنه هذا إنه هو الأمر مناطه هو الرواية، إنه هو يقول رواية عن النبي صلى الله عليه وآله فهو حجة عليه. المناط هنا بالتقليل أن نأخذ ما هو الحكم المستنبط من تلك الرواية. ولو كان المراد الرجوع لأخذ الرواية فالحجة عليهم هو نفس الرواية لا الراوي. ونستنتج من هذا كله، أعتذر على الإطالة إن شاء الله، أولاً أن العالم المشتغل عليه أن يتصدى في زمن الغيبة ومن خلال الروايات التي بين يديه وبقدرته على الاستنباط منها ما فيه صالح الأمة وفيه حياتهم، وذلك لأن صلاح دينهم فيه صلاح دنياهم، وهما أمران لا ينفصلان، لأنه يريد حياتكم في الدنيا والآخرة الله عز وجل وهو الفوز. فيخرج لهم من المسائل الفقهية ما يقتدون به ويقلدونه لكي يعرفوا الصحيح من الخاطئ والحق من الباطل. ثانيا، إن العلماء ومن بعد المعصومين عليهم السلام تقع عليهم مسؤوليات جسام ومهام صعبة، فمن واجب الإنسان المكلف أن يمتثل لأوامر الأمثل فالأمثل. لذلك كان من الضرورة بمكان تصدي العلماء في مثل تلك الظروف والأحوال وتصدير الفتوى التي هي حاجة لا غنى عنها. ثالثا، إن دور العالم هو دور محوري وأساسي في مجتمع الإسلامي، بحيث لا يمكن الاستغناء عن دوره،
وفيه من الفوائد والعوائد، وكما بينته جملة من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. أنا استشهد بالجمع من الروايات، لكن لا أطيل عليكم، أقول روايتان فقط وللتبرك، أن من ذكر ما ذكرنا في مكان إلا حفته من الملائكة. عن النبي صلى الله عليه وآله قال: العلماء رجلان، رجل عالم أخذ بعلمه فهو ناجي يعني، ورجل تارك لعلمه فهو هالك. وعن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: الرواية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد. رواية واحدة ترويها عن أهل البيت تشد قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد يقفون ويصلون يعبدون الله. وعلى من أراد الاطلاع على فضل العلماء عليه أن يراجع المصادر المذكورة في الهامش مع ملاحظة قوله صلى الله عليه وآله: أنا فسرت في كل رواية ما يعني، يعني الاستدلالات التي يمكن أن نأخذها من تلك الروايات، لكن أنا لا أريد أن أدخل في البحث إلا بشيء مقتضى. أقول بس عن رواية: رجل عالم أخذ بعلمه فهو ناج، فالواضح أن العلم هو منجاة لصاحبه من الهلاك في الدنيا والآخرة، لأن وظيفة العلم هي الإرشاد والإصلاح. فالعالم بعلمه يستطيع التمييز بين الصالح والطالح وبين الطيب والخبيث، على أن العلم وحده غير كاف دون العمل به. فلذلك نجد في قوله صلى الله عليه وآله: أخذ بعلمه، يعني علمه ليس مكنون في صدره. نقول نحن عالم، لكن هذا العلم لا يخرجه، فهو مكنون في صدره لا يستفاد منه. لذلك قوله صلى الله عليه وآله: الأخذ بعلمه، أي أنه أخرج ما في صدره من علم وأفاد به عباد الله حتى يهديهم إلى سواء السبيل. لا أطيل عليكم، أنتقل إلى المحور الآخر: فتوى الدفاع وعمقها التاريخي. بعد ما قدمناه من محورية دور العلماء ووجوب اتباعهم، نأتي إلى فتوى الدفاع المقدس. نجد أن عمق الفتوى له عمق وطيدة بما رسمه أهل بيت العصمة عليهم الصلاة والسلام للعلماء الأبرار، حيث أنه على العالم تقديم المصالح ودرء المفاسد عن الأمة التي هي أمانة في عنقه بمقتضى محورية دوره في الأمة. وبما أن فتوى الدفاع المقدس هي من صميم دور العالم في درء المفاسد عن الأمة، إذا تجهمها خطر محدق بها، فكان لها هذا الارتباط الوثيق والامتداد الطبيعي في العمق التاريخي لدور العالم المرسوم خطه من المعصومين إلى يومنا هذا، وإلى يوم الذي خطت فيه تلك الفتوى بالجهاد الكفائي. طيب، هنا استدلالات بسيطة ألخصها. أولاً، بالنظر إلى الفتوى فإنها كما قلنا أنها نصت على الجهاد الكفائي، والذي يعني الجهاد الذي لو قام به العدد اللازم لسقط التكليف عن الآخرين، فيكون وجوباً على الجميع حتى يبلغ الأمر كفايته، بخلاف الجهاد العينين الذي يعني أنه جهاد واجب على الجميع وعليهم القيام به، ولا يسقط عن أحد بوجه من الوجوه ما لم يكن عاجزاً أو معذوراً بعذر شرعي. بالنظر إلى حال الشعب العراقي المرتبط بالعالم المجتهد والمرجعية الرشيدة المتمثلة بشخص سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني حفظه الله، وهذا الشعب المتفهم بدور العلماء، على أنهم هم الأمناء والمنار
وحفظت الرواية في عصر الغيبة على هذه الأمة، فكان أول عامل يدل على ارتباط تلك الفتوى المباركة بوجدان الأمة من خلال فهمهم المتجدد لدور العالم المجتهد المتصدر. هذه علقة في ضمير وجدان الشعب العراقي. فكان لتلك الفتوى بالجهاد الكفائي طاقة تعبوية هائلة تلزم الجميع أن يهبوا دفاعاً للخطر المحدق للأمة والوطن والشعب للزود عن مصالحهم وكراماتهم. وهذا إن دل على شيء دل على الفهم الواعي لارتباط هذه الفتوى بتاريخ الأمة العميق، وهو الدفاع والذود عن الأرض والشرف والوطن. طيب، المحور اللي بعده وهو هذه الفتوى اتسمت باسم الدفاع وليس الهجوم. أقول أن هذه الفتوى لها ارتباط بعدة محاور بما كان عليه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أولاً، أن حروب أهل البيت عليهم السلام كلها بأجملها كانت دفاعية، وقد وضعت بعض الشواهد من كتب التاريخ المعروفة والمشهورة التي تدل على أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لم يقوموا بحرب دفاعية. وأعطي مثالاً على ذلك، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة المنورة احتفاظاً منه على حياة المسلمين ولكي يؤسس الحكومة الإسلامية، تعاظم حقد المشركون عليه وعلى أتباعه، فكتبوا كفار قريش إلى عبد الله بن أبي سلول ومن كان يعبد الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر، يقولون إنكم آويتم صاحبنا، يقصدون به النبي صلى الله عليه وآله، وإنكم أكثر أهل المدينة عددا، يعني المشركون فيها أكثر عددا من المسلمين، وإنا نقسم بالله لنقتلنه ونقتلكم إن لم تخرجونا، أو لنستعن عليكم بالعرب، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك ابن أبي ومن معه من عبد الأوثان والأصنام تراسلوا فاجتمعوا وأجمعوا على قتال النبي صلى الله عليه وآله. طبعا حطيت هالنص الرسالة موضوع بن هامش مصادر المنقولة عنه. وما هو واضح أن معركة بدر لم تكن حربا هجومية، إنما كانت حربا دفاعية. ثم في نهاية هذا المحاور تكلم أيضا أن الحسين عليه السلام أيضا كان في حرب دفاعية. ثم المحور اللي بعده أنه أهل البيت عليهم السلام لا يبدأون بالقتال. وأيضا وضعت بعض الأمثلة، أنقل لكم مثلا واحدا منهم وهو عن الإمام الحسين عليه السلام. أنا وضعت أكثر من مثال بعدة حروب حصلت مع النبي صلى الله عليه وآله، مع الإمام علي أمير المؤمنين ومع الإمام الحسين، بس نتكلم عن ما حصل مع الإمام الحسين. حين جاء رسول ابن زياد إلى الحر الرياحي يأمره أن يجعجع على الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه، فقال زهير بن القين للإمام الحسين عليه السلام: يا ابن رسول الله، إني قتال هؤلاء إن قتال هؤلاء أهون من قتال من يأتينا من بعدي، فلعمري ليأتينا من بعد من ترى ما لا قبل لنا به. فقال له الحسين عليه السلام: ما كنت لأبدأهم بقتال. وأيضا رأوا أن الشمر بن ذي الجوشن لعنة الله عليه حين أراد أن يهجم على خيام الإمام الحسين من الخلف حتى لا يأتيها الأعداء، أضرم الإمام الحسين نارا
في 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 وادي مصير. فأتى الشمر لعنه الله ونادى بأعلى صوته: يا حسين، استعجلت النار في الدنيا قبل يوم القيامة. فقال الحسين: من هذا؟ كأنه شمر. فقالوا: نعم. فقال له: يا ابن راعية المعزة، أنت أولى بها صليا. فقال له مسلم بن عوسجة: يا ابن رسول الله، جعلت فداك، ألا أرميه بسهم؟ فقال له الحسين: لا ترمه، فإني أكره أن أبدأه من فطري. فهذا هو ديدن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وهو عدم بدء أحد بالقتال، وإن ذلك كان من الميزات الظاهرة في شيعتهم مع أي عدو يواجهونه. وهذا أيضا ما هو حاصل في حالنا الآن، حيث أن الفتوى الدفاع المقدس هي لحفظ الدماء وحفظ المقدسات، هي من باب الدفاع. وبينت في هذا البحث بالآخر التساؤل: هل الدفاع مقدس؟ لما سميت بالمقدس؟ من أين جاءت لها صفة التقديس؟ فقل أن أولا فيها أرض المقدسة، واستدليت على ذلك بقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقوله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ونلاحظ الاتحاد في السياق فيما بين الآيتين، وذلك لا يحتاج إلى الكثير من البيان، فتكون الأماكن التي يقام فيها الشعائر إنما هي من أعلام المناسك. هو كثير أنا كتبت لك اختصارا. وبيّنت أيضا حرمة الدماء والأموال المقدسة. ووصلت إلى الخلاصة، وصلى الله بارك. لا يسعني في هذه العجالة إلا أن أحيي وأقف بوقار واحترام كل من بذل قطرة دم في هذه المسيرة الجهادية المقدسة للدفاع عن المقدسات والحفاظ عليها، ومن وراء ذلك كلهم وجميعهم المرجعية الحكيمة والرشيدة التي صارت على هدي وخطى أهل البيت عليهم السلام من خلال الفتوى الصادرة عنها، التي هي بحق ودون أي مجاملة تعتبر فتوى الدفاع المقدس. والحمد لله رب العالمين. شكري وتقديري للسيد يوسف البيوم الرضوي من لبنان على هذا الملخص الذي أوضح الربط التاريخي بين وقاعة الأمس ووقاعة اليوم، للإفادة من كل ذلك ببيان امتداد هذه الفتوى المقدسة إلى تاريخ أهل البيت عليهم السلام وتعاملاتهم مع أعدائهم. الآن يأتي دور الباحثة المدرسة المساعد خديجة حسن علي القصير وبحث الموسوم الجهاد ودوره في حفظ العراق، فتوى المرجعية النموذجة، فلتتفضل بإلقاء ملخص لبحثها. القيادية للسيد السيستاني في العراق، وخصوصا دورة بعد أحداث 2003،
فنجد أن البلد وما تعرض له من اضطرابات ونزاعات سياسية أدت إلى الاختلال في العديد من الجوانب السياسية داخل البلد. وخلال معقبة المرجعية للأحداث نجد أنها قد عالجت العديد من التحديات موضوعية وحكمة، ومنها دعوتها العراقيين كافة إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور الذي حدث عام 2005. والنقطة الأخرى التي كان للمرجعية الدور البارز فيها هي إخماتها للحكم الطائفية التي حدثت بعد تعرض مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام في عام 2006 للتفجير. وأخيراً وليس آخراً، عندما تعرض البلد لاجتياح العصابات الإرهابية للموصل عام 2014، نجد وبمبادرة من سماحة السيد تم إصدار فتوى الجهاد الكفائي. في بحث هذا تناولت مبحثين. المبحث الأول تطرقت فيه إلى الجهاد، ماهيته، تعريفه في اللغة والإصطلاح، وكذلك الإشارة إلى دور أو على مر التأليف سواء كان الأحاديث التي أوردها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجهاد وأهميته، الجهاد في مسيرة أهل البيت عليهم السلام. كذلك في المبحث الآخر أشرت إلى الفتوى، نص الفتوى تدريجي، النقاط التي تناولها، الظروف التي أودت إلى إصدار هذه الفتوى، وآخرا تناولت نتائج هذه الفتوى التي تم إصدارها. وفي الختام لا يسعني إلا أن أقول إن هذا البحث ربما استطاع ولو جزئيا أن يرسم صورة واضحة عن الدور الذي لعبته الفتوى التي أصدرتها المرجعية الممثلة بالجهاد الكفائي ودوره في حفظ حضارة وتراث العراق وجمع شتاته. وهنا لا يسعني إلا أن أقدم جزيل الشكر إلى السادة الحضور وإلى القائمين على المؤتمر لمنحي هذه الفرصة لأكون في كهف الكريم سيدي ومولاي المحافظ العراق. شكرا للباحثة الكريمة المدرس المساعد خديجة حسن على هذا الإنجاز. سيد علي من يامر نضحى أرواحنا ونموت. سيد علي من يامر نضحى أرواحنا ونموت ونقول حكاية الطيبة ولا نرضى بحج البسكوت. داعش ما يقدر يجينا ولينا بيا طريقة يفوت. داعش ما يقدر يجينا ولينا بيا طريقه يفوت. او بيوم يطبنا ويوصل، والله نحرج بنار بيوم يطبنا ويوصل. ويدل هذا على دقة الفتوى وموضعيتها، إذ أن ما بعد داعش لا شك في أنه سيكون أشد وأقسى، خصوصاً ونحن نعرف أن الصفحة القوية التي تلقاها الأمريكان وصدم بها الصهاينة المجرمون سوف لن يمر دون رد متوقع، وأن المعتدين وأمريكا بالخصوص التي فشلت في تحقيق هدفها الذي احتلت العراق من أجله وهو توفير الأمن إلى إسرائيل لن يمر دون رد متوقع. ولهذا أكدت المرجعية على أن يكون مفعول فتواها المقدسة مستمرا ومحتاطا إلى ما بعد داعش. وشكرا. أحسنت أستاذنا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا مع حب الأرقاب والمناصر. أحييكم تحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنه كانت هناك بذرة وضعت هذا المؤتمر، ونحن اليوم نرى هذه البذرة
قد أخضرت وأورقت. سؤال للأخوة الباحثين، وأخص السؤال للأخ سيد يوسف الفيومي، كونه ليس من بلدنا العزيز ولكن من بلد مجاور، ما الذي حدث بك بكتاب هذا البحث عن فتوى الجهاد المقدس؟ جزاك الله عليك. سؤال لطيف، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنت انا بعيدا بالمدى لكن قريبا بالقلب والهوى، وحال اهل العراق هو حال اهل لبنان، يعني نحن نقع في نفس الذي وقع في العراق، لان احنا حدودنا سوريا حاولوا اكثر من مره الدخول الى المناطق التي فيها اتباع امير المؤمنين، فجروا نفسهم وقتلوا فيها الابرياء، حتى ان في مدينتي شخصيا، انا في مدينه صيدا في جنوب لبنان، كان احد رؤوس الدواعش احمد الاسير عمل معركه وقتل فيها ما قتل، حتى ان بيتي حرق فيها، فذلك ليس ببعيد بل بقريب. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشكر الجميع من الاخوه الذين بحثوا والذين حضروا لهذا المهرجان، هو كذلك إحياء لهذه الفترة، ولكن إحياء ابتداء إن شاء الله. أستاذ نلوعي، حقيقة اختيارك لبعض نقاط من وصايا سماحة السيد المرجع الأعلى اختيار موفق إن شاء الله، ولكن لدي ملحوظة واحدة، وهي أؤكد على مسألة الفتوى. أكو عندنا بعض الأحيان فتوى تحيي شخص، وهناك فتوى تحيي جماعة، وهناك فتوى تحيي أمة. هذه الفتوى لو سلط الضوء عليها لوجدناها بأنها أحيت أمة بكاملها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يا حبل أستاذنا العزيز والأخوة، ربما تصديق الأطباع عن نفس الوصية، مو فقط خمس نقاط، ربما لو أردنا أن نبحث عن كل نقطة نقطة ربما تكون موسوعة كاملة. سدد الله أخطاءكم ووفقكم للأمة. شكرا. أحسنت يا شيخ الجليل. نعم. شكرا جزيلا للأخ الشيخ حسين الفرادي على هذه الملحوظة، ولكني لا أخفي عليك أمرا، لا أخفي عليك أمرا، أن هذا المشروع هو من ضمن كتاب إن شاء الله يوفقني الله تعالى على كتابته وتأليفه، يتناول الوصايا العشرين جميعها بإذن الله تعالى. ادعوني إن شاء الله. شكرا. التوفيق إن شاء الله. آخر المداخلين، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة نشعر بالفخر حينما تقيم مؤسسة دينية مثل عقب العباسية المقدسة هكذا مهرجان. اليوم احنا بأمس حاجة لمثل هكذا مهرجانات، بحوث، دراسات، لأننا في خضم هذه الظروف اليوم، ظروف الحرب مع داعش، بدأت العديد من المؤسسات تغيب هذه الذاكرة، ذاكرة البحث والتقصي في ناحية الجذور في هذه الأشياء. اليوم احنا، وأقول بصراحة شكرا لكل الباحثين وما تقدموا. اليوم القضية هي قضية أبعد من الكتابة، أبعد من حتى من الأحرف التي سطرت. اليوم القضية هي قضية كيف نفكك المنظومة الفكرية لداعش، منظومة الإجرام الفكري لداعش، ونقدمها للناس. ليس فقط أن نستعرض أفكار وآراء ووصايا مرجعية الكل يعرفها ويسمعها ويقرأها. اليوم بحاجة إلى تفكيك هذه المنظومة في مجالات الثقافة، الفن، الأدب، المسرح. لازلنا حتى هذه اللحظة نعالج كل هذه القضايا مع داعش، نعالجها بسطحية تامة. نريد العمق، نبحث بالعمق، نفكك كل الأفكار والمنظومة لداعش ونقدمها للناس. اليوم ما بعد داعش، هذه العوائل التي أو المناطق التي تتحرر، ما بعد داعش كيف سيكون تفكيره، طريقة التعامل مع الناس؟ هذه القسوة التي مورست عليه مدة عام كامل أو عامين أو ثلاثة عوام من قبل داعش، كيف سيفرسها للمجتمع ويعكسها للمجتمع؟ كل هذه اليوم بحاجة إلى تفسيرها، دراستها بعمق أكثر وتحليل أكبر. كنت أتمنى أن أسمع تحليل بالعمق. شكرا جزيلا. أحسنت. لم تمكن الشباب رفعوا ديهم هواي.
تفضل. بالمناسبة هناك موسوعة يعني تبنتها العتبة العباسية والمركز العميد فيها متعلقة بموسوعة الحشد الشعبي، وهي عبارة عن دراسات خاصة يعني من قبل أساتذة مختصين الكتابة في هذا الموضوع، وهي في طور الإنجاز إن شاء الله. السلام عليكم وعذراً قطعناك، لكن أقدر أعسيان. سؤال موجه للدكتور المياحي باختصاصه المختص بجانب السياسي. السؤال هو كلنا نسمع أن هناك استراتيجيات سياسية مطروحة من كل الكتل السياسية في مرحلة ما بعد 11، كم المشاريع اللي طرحت الكتل ومن أبرزها اللي طرحت التحدث الوطني كالتسوية الوطنية اعتبار لمرحلة ما بعد 11، فهل هناك قراءة أو هناك استراتيجية واضحة لمرحلة ما بعد 11 من قبل المرجعية الدينية، أم أنها اكتفت بطروحات أو على الأقل طروحات الجانب الشيعي في التحالف الوطني باعتبار أنه التسوية مطروحة تمثل قراءة واقعية وعميقة للمرحلة، أم هناك رأي آخر للمرجعية؟ شكرا جزيلا. الحقيقة كما نعرف أن المرجعية ليس لديها شرطة حتى تعتقد، وليس لديها طموح سياسي حتى تنافس الآخرين، كل متبنياته هي متبنيات عقائدية تندرج من الفقه السياسي. وهنا إذا لاحظنا بين المرجعية لم تتحرك لردة فعل، لديها طروحات، لديها رؤية عميقة وتعرف ماذا تقول. كل متبنياتها من 2003 يتؤسس إلى دولة مدنية، لكن ما مفهوم المدنية؟ البعض يفسر المدنية على أنها انحلال، على أنها ابتعاد عن الإسلام، على أنها الميوعة وكذا وكذا، لكن عمق المفهوم المدنية الإسلام هو إسلام مدني. لكن لحد هذه اللحظة لدينا أزمة مفاهيم في ماهية مشروع المدنية وأيضا مشروع المرجعية. المرجعية لديها رؤية عميقة، ليست لدينا مشكلة بالأفكار، وليست لدينا مشكلة بفهم ماذا تريد المرجعية، لدينا مشكلة بالأدوات التي تنفذ طروحات المرجعية، لدينا مشكلة بالإدارة السياسية، لدينا مشكلة بالمعادلة الصفرية التي تتحكم في العملية السياسية وهي التي تموت أنت حتى أحيانا، يعني بمعنى أنا أنجح وأنت خسر. ذلك ما بعد داعش اللي تفضلوا إلى ساتذة هو الامتداد الحقيقي الذي هو تحدثنا عنه، ليست فقط الفتوى هي فيها بعد عسكري، البعد الفكري معالجة اليوم. داعش هو عبارة عن دولة افتراضية أراد أن يؤسس إلى مجتمع جديد فقهيا فكريا سلوكيا تربويا، كل شيء جديد من مناهج من سلوكيات من إعلام من كذا. لذلك من الناحية الفكرية من الناحية السياسية من الناحية الاقتصادية، وقلنا داعش هو جاء نتيجة لأسباب. أنا أعتقد أن المرحلة ما بعد داعش نحتاج إلى حشد يؤمن بالمرجعية سياسية يحقق طموحاتها من خلال رؤية متكاملة قابلة للتطبيق. شكرا. اشتان بثار ابو السجاد يا ابو صالح ابو طهارك، اشتان بثار ابو السجاد يا ابو صالح ابو طهارك، وين احتاطت العدوان وانت تعرف فجارك. الشمس تطلع من المغرب هذاك اليوم المبارك، الشمس تطلع من المغرب هذاك اليوم المبارك. ها وريدك تطلع للحق والحق ظلم الظلم، ريدك تطلع للحق والحق ظلم الظلم. يا حيدر بيك معتقدين يا آية عليك الآية، النبي بيك افتخر وارتاح وانت البيك الكفاية. نريد بكل سنة تقدم باسمك نرفع الراية، نريد بكل سنة تقدم باسمك نرفع الراية. هاو نشيل الراية تله واسمك بيها يلوح، نشيل الراية تله واسمك بيها يلوح، نشيل الراية تله. ختام شكري وتقديري للباحثين الأعزاء، وجعل ما قدموه في ميزان أعمالهم وشملتهم شفاعة المولى المقدس سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس عليه السلام. وشكري وتقديري للأخوة الحضور عن حسن استماعهم وإصغائهم.
وانهي الجلسة بالصلاة على محمد وآل محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.